إذا الحكم يقر بضربة جزاء. حكيم زياش ضربة جزاء للمنتخب المغربي ضد نظيره الصربي. بداية أحسن من جيدة. الهدف يمكن أقول حكيم زياش نجم أياكس أمستردام. وهذه الإعادة للمحاولة التي أعطت ضربة جزاء صنع التمريرة حكيم زياش. امربط يمكن أقول بأنه تأخر في ردة الفعل ولكن تأخروا الآن ممكن نعم لاحظ كرة بينية. نعم كان هناك خطأ في التموضع ديال ديرار. نعم. اللي لو كان في خط مستقيم مع اللاعبين كان اللاعب تسلل يعني عليه التسلل. نعم. فيجب الانتباه لهذه الأشياء والإصلاح لورجو. نعم نبيل ديرار. إذا تعادل الإصابة بمثلها بين المنتخب يا إما ديار يا إما حكيم زياش باش يفوق. أوه